خليتهم رخص السياقة، الناس اللي مازالت ما عملتش سامحوني رخصة السياقة، واللي طبعا سمعت انه الوكالة الفنية للنقل البري عندها برشا تساؤلات، شنو جديد الوكالة اللي كانت هبطت بلاغ للعموم تعلمهم بجملة من الاعتمادات والا الاجراءات الجديدة اللي يجب اعتمادها، وكيف كيف بلاغ للمهنيين. باش ناخذوا اكثر تفاصيل، وباش يكون معانا سي خير الدين خمير نائب رئيس الغرفة الوطنية لمؤسسات التكوين، اللي باش يعطينا اكثر تفاصيل واكثر ايضاحات للناس المهتمين الموضوع على رخص السياقة الجديدة كيفاش. سي خير الدين صباح الفل، مرحبا بك. صباح النور، تحياتي ليك ومن خلالك لكل منتسبي ومستمعي شمس أفرام. شكرا جزيلا ليك سيدي. إجراءات جديدة للعموم، هيت نبدأ بالإجراءات اللي تهم المواطنين اللي حبوا ياخذوا توا رخصة سياقة. شنو اللي تبدل؟ شنو اللي كان وشنو اللي تبدل سيدي؟ شنو هو اللي كان وشنو اللي تبدل؟ هو التغيير هذا لو خرج في الأمر 510 في 18 جوان 21، وكانت فما مهلة بسنة لبداية تطبيقه. فما أجزاء منها ارتبطت في جانفي 2022، وهي اللي تخص رخصة السياقة ثم في جيم وجيم ها، باش نتكلموا بلغتنا الدارجة، اللي هي البوالور والسمير ومارك، ارتبطت في جانفي اللي فات وتم الفصل بيناتهم، ولا ما ينجم يتحصل على رخصة سمي إلا ما يكون عندها رخصة جيم اللي هي البوالور نقولوا حنايا. توا باش تدخل جزء ثاني من الامر 510، باش يدخل حيز التطبيق بدايه من غره جانفي 2023 ان شاء الله. أي. اللي هو يخص بالنسبه للرخص السياقه صنف باء، اللي هي نقولوا احنا التوريزم، اللي اول صنف يتحصل عليه المواطن كي يجي يعدي في البرمي الكهرباء العادي. الكهرباء العادية، اللي هو اليوم احنا يكي نجون عدوا الامتحان، عندنا مثال كي نعدوا الكود اللي هو الامتحان النظري، كانت مدة الصلوحية انتاعها ما تتجاوزش 12 شهر، اي عام. اليوم باش يولي عام وثلاثة شهور 15 شهر، باش تنضاف لثلاثة شهور في صلوحية امتحان النظري. وحتى بالنسبة للي ماخذين الكود قبل غرة جانبي 23 ومازال صالح الكود متاعهم، يتمتعوا بها الاجراء هذايا في ثلاثة شهور زيادة. باهي بالنسبة للمرحلة الثانية اللي هي عم نقولوا احنا المرحلة التطبيقية اللي هي السياقة. نعرفوا الناس الكل اليوم اللي اي مترشح كي يمشي يعدي البرمين تاعه، يعدي رخصة السياقة، يعدي مرحلة الجولان، كي ينجح يتعدى طول يمشي يعدي مرحلة المناورة اللي هو المانوفر. في صورة ما يطيح في المانوفر يعاود كل شيء من جديد. اليوم لا، ابتداء من غرة جانفي 23 باش تتبدل الحكاية، باش يولي يعدي مرحلة الجولان فقط. وكي يكمل مرحلة الجولان وينجح فيها، يمشي ياخذ موعد جديد نتاع مرحلة مناورة في موعد لا يقل عن 5 أيام. ويمشي يعدي المانوفر، في صورة ما أخذ المانوفر نتاعه ياخذ البرمي نتاعه ويروح، في صورة ما الله لا يقدر طاح ما نجحش، يعاود مرة أخرى مانوفر. ما يعاودش الكل معناه. ما يعاود السيركوي الواحد، يعاود كان البارك هكاك ولا بلغتنا احنا كيما نقولوا احنا البارك، ولا في صورة ما طاح في البارك يعاود كان بارك. عنده دو شانس في البارك، محاولتين نتاع بارك. اذا كان نجح في الاولى مبروك، اذا كان ما نجحش في الاولى ولا ينجح في الثانية مبروك عليه. في صورة ما فق المرة الثانية يولي يرجع للسيركيلاسيون من جديد. واضح. وشنو هو الهدف توا من الاجراءات هذيا؟ معناها نظريا كي نسمعوا هكا انه في صالح المترشح، انه ولا عنده اكثر دي شانس، انه معناها يعاود داك الحاجه وحدها ما يعاودش كل شيء، ولكن فيها اكثر فلوس نورمالمون، على خاطر كل ما باش يعمل هو المطلب جديد باش يخلص من جديد، صحيح ولا ليه؟ اكيد هذيك باش يخلص من جديد، على خاطر الوكاله بيتها بطلبت معناها باش تطلب معاليم للتسجيل جديده. لكن احنا توا اليوم باش نولوا نمشوا في الراحه النفسيه اكثر زاده للكونديدا، وان الكونديدا ملي كان اليوم باش قاعدين نخدموا له يعديهم الزوز بارك وسيركيلاسيون، يعديهم الزوز ويجي متوتر، يولي هو عارف روحه اللي اليوم جاي باش يعدي كان سيركيلاسيون بركه، نفسانيا نبدا مرتاح، عنده امتحان فقط ومن بعد عنده فرصتين من بعد تالي، يولي وعنده الوقت باش يزيد يحضر الى مرحله المناوره اللي هي البارك اللي قلت عليها انت البارك. عنده الوقت لها، وعندنا في المستقبل القريب ان شاء الله فما مرحله ثالثه في الامر 510 ان شاء الله في خلال يمكن شهرين ثلاثه شهور القدام باش تدخل حيز التطبيق، اللي هي باش يولي فما عقد تكوين يربط ما بين المترشح وصاحب المؤسسه.
وباش يولي فما حد أدنى من الحصص يلزم المترشح يقوم بهم قبل إجراء أول اختبار. وقع الاتفاق على عدد الحصص لأنه عم ناول ولا مدة الماضية كيف فما برشا جدل في الموضوع هذه بين الرافض وبين المشرف. باهي هذايا لغط كبير وقع، لكن هي سلطة الإشراف ممثلة في وزارة النقل ما خرجت حتى حاجة، لأن فما برنامج وطني للتكوين باش انا قاعدين يحضروا فيه البرنامج الوطني للتكوين هذاك هو باش يحدد عدد الحصص. ايوه على خاطر عم نقول سمعنا برشا كلام، فما ناس قالوا 50 حصه وفما ناس اللي قالوا 30 حصه وفما اللي قالوا 40 لكن فعليا ما خرج حتى حاجه. مازال البرنامج الوطني للتكوين اللي هو تو بيصدد في لمساته الاخيره على مستوى الاداره العامه للنقل البري هو باش يحدد عدد الحصص، ونعمله ان شاء الله من هناكية الجانفي القادم باش يصدر بلاغ اخر يبين الحاجات هذه. واضح. نقطه اخرى بالله قبل ما نختم عايش اختي، وان ابتداء من 15 ديسمبر الجاي بالضبط، وهذا اللي كنت نسالك عليه. فوالا اليوم احنا ما كي تعرفي اي مترشح ينجم يدخل على سيت انترنت على بوابه الوكاله وكسوا بطاقته البنكيه او بطاقه الاودينار اللي تعمل بها ينجم يسجل الامتحان. بدايه من 15 ديسمبر البوابه نتاع الوكاله باش تتسكر باش تولي باش يولي التسجيل من مشمولات مؤسسات التكوين في مجال سياقه العربات والسلامه المروريه، معناها كل مترشح لاي نوع صنف من اصناف الرخص يلزم يمر مباشره عن طريق مؤسسه، ما ينجمش يسجل وحده. أيوة. يلزم يطلبها المؤسسه ويسجل، وفي صوره ما سجل مع مؤسسه ما ينجمش يبدل ما ينجمش يبدل الا بعد اجراء الاختبار، الا بعد اجراء الامتحان الاول. مهما كان الامتحان معناها مثلا سجل للكود هو معناها ما ينجمش يبدل من المؤسسه كان ما ياخذ الكود. كان ما ياخذ الكود سجل الكوندويت ما ينجمش يبدل المؤسسه كان ما يعدي كوندويت. واضح. كان ياخذ كان يعدي في الامتحان هذاك، اذا كان نجح مبروك عليه، اذا كان اخفق الله لا يقدر ينولي يحول المؤسسه ينجم أخرى. يبدل معناها المهم يعدي حتى مره معاه. لا هكاك المؤسسه هذيك اللي سجل معاها الامتحان لو لازم يعدي معاها. واضح به. دونك بالنسبه للعموم واضح الاجراءات وشنو اللي تبدل. واضح مشكور جدا. بالنسبه للمهنيين فما حاجه تبدلت عليكم انتوما معناها خاصه اخرى نجم نضيفوها؟ لا ما عندناش، هذاك هو اللي موجود، وان ابتداء من قلت لك من 15 ديسمبر نولوا احنا كمهنيين احنا هم المؤهلين لتسجيل المسؤولين على تسجيل المترشحين، ونولوا احنا اللي نبوه بموجب القانون، ونولوا احنا هم اللي نبوه على مستوى الاجراءات الاداريه. وبالنسبه كما قلت لك ابتداء من نهار 2 جانفي الجاي ان شاء الله يولي الامتحان يجرى على مرحلتين، مرحله الجولان بصفة أولى ومن بعد ناخذ موعد ثاني لمرحلة المناورة. شكرا لك سيدي على كل هالتوضيحات قدمتها لنا. سي خير الدين خمير نائب رئيس الغرفة الوطنية لمؤسسات التكوين، ظهر لي الصورة ولت واضحة لكل الناس اللي توا تنوي باش تعمل رخصة السياقة، التفاصيل الكل قدمها لنا سي خير الدين. اللي فاتوا أي حاجة فاتوا أي تفصيلة ينجم يرجع يلقى على اللايف ستريمينغ على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، يلقى الفيديو ويعاود يرجع زيدا لبلاغ الوكالة الفنية للنقل البري اللي تلقاوها على الباج نتاع شمسة فام على الفيسبوك. مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا احنا مواصلين معاكم بعد